طيب لو في حاجة يعني بيرسونال ممكن تجيه في الأوضة وأنا أفهمك اللي أنت بتشوفه، أوكي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض تفاصيلنا في قصة بتاع الفرنشايز كلاس، وبعد كده ندخل في الديفلوبمنت بتاع الفيس والبنك. بالنسبة لل نفتكر مع بعض كده إيه اللي حصل الأسبوع اللي فات. كان عندنا في فرنشايز أوبشنز فرنشايز أباريت، بس على بعضه عبارة عن إنه الأوبشنز والباوشنز والبلات. كان في عندي على السايد بتاع البرنت والبلات، كان في عندي 6 ميز نورمال تكنيكس سميتهم 6 بيرث ميز نورمال تكنيكس، بسميتهم إيه؟ فرنشايز أوبشنز. والفرنشايز أوبشنز دي كانت ليها سكيلتال ماسكولار ريبيتس اللي هي ادتني الهيد اند نيك البونز والليجمنتس والماسلز بتاع الهيد اند نيك. بعد كده اتفقنا انه ما بين الفرنشال ارشز دي في عندي بروفز على الانر سيرفيس، فدي بتبقى لاين من اندودير سميتها فرنشال ارشز، وفي عندي بروفز موجوده على الاكسترنال سيرفيس ودي سميتها فرنشال كلاس. وكان موضوعنا النهارده هناخد الفرنشال الفرنشال كلافتس. لو احنا شفنا المفروض يبقى عندي 5 بيرث اوف فرنشال كلافتس، لكن انا عندي هنا هيبقى 4 بيرث. احنا حتى الباوشز احنا قلنا ان الفيفث باوش تقريبا بتمثل ولما جيت بيدي الايه، لو حد فاكر الفيفث باوش كان بيدي ايه؟ ايوه اللي تحت ايه بقى؟ اسمها ايه؟ حد فاكر؟ التيمو برانكيال سيلز اللي هي بعد كده بتدي البارافوليكولار سيلز. لكن احنا هنا الفرنشال كلافتس تقريبا ما بتديش، مش تقريبا هي ما بتديش ريبتس خالص، يعني ما لهاش اهميه. لكن الفيرست هو بس اللي بيدي، فاحنا عندنا في 4 بيرث اوف كلافتس، 4 بيرث اوف فرنشال كلافتس. ولما اجي اقول على الكلافتس اعرفها، اول هقول الديفينيشن بتاعها زي ما اتفقنا احنا بنمشي سيستماتيك عشان تبقى ورقتنا كويسه. هنقول انها جروف على الاوتر سيرفيس اوف ذا فرينشال ابريتس، جروف على الاوتر سيرفيس اوف ذا فرينشال ابريتس. وطبيعي احنا قلنا ان الفرينشال ارشز هي ميزودرمال، لكن كانت بتبقى لايند بايه؟ باندودرمال وكفرد بايه؟ بالاندودرم. فهلاقي الفرنشال باوش او الفرنشال كلابس دي هتبقى لايت بالاندودرم. عددهم كام زي ما اتفقنا؟ 4 بيرث. يبقى انا عندي 4 بيرث اوف جروث على الاكسترنال سيرفيس ما بين الفرنشال باوش ولايت بايه او كفرد بايه، تمشي كده وتمشي كده بالاندودرم. تمام؟ طيب الفيرست بس هي اللي ليها دريفتس. تعالى نفتكر مع بعض الفيرست باوش. مين شاطر او شاطر هيقول لي الفيرست باوش كان انترمنتس؟ كان بيدي الاستاكيان تيوب اللي هي قلنا لو اديتك التيوب، لان دي اللي هتوصل لي الكافيتي ده سميته ايه؟ من الاير كافيتي او البانيك كافيتي. تمام؟ فبيبقى حاجه تيوب بتوصل لي البانيك كافيتي او من الاير كافيتي بالبراكت فات، سميت التيوب دي ايه؟ فرنج وتمبانك تيوب او اوديتوري تيوب، وهيدي كمان الكافيتي بتاعت الميدل ايه؟ وايه تاني؟ لا الانر لاير، الانر لاير بتاعت الايه؟ الاير درام. تمام؟ الفيرست كلافت هيكمل لي الصوره، هيكمل لي الصوره ده على الاكسترنال سيرفيس. تمام؟ فهيدي ايه؟ هيدي الاكسترنال اكوستيك ميتس وهيدي الاوتر بلاير بتاعت الاير درام. ما هي الاوتر بلاير بتاعت الاير درام دي سكين. تمام؟ فهيدي او اكتودرم، فهيدي الاكسترنال اوديتري ميتس وهيدي الاير درام الاوتر بلاير. طيب امال الاوريكل ده بتتكون ازاي؟ الاوريكل دي بتتكون ازاي؟ ما بيديهاش الفيرست كلافت. امال ايه اللي بيحصل؟ بيجي عند الانترنس بتاعت الاير بتبتدي تطلع ايه؟ باص كده. تمام؟ اكتودرمال باص، والباص دي بتبتدي انها جوين مع بعض او فيوز مع بعض،
الار بي. يبقى عند الانترنس بتاع الفيرست كلاف تبتدي تتكون ايه؟ اكتوديرمال باث كده، والاكتوديرمال باث دي لما تتجمع مع بعض تدي الار بي. فمالهوش دعوه ايه؟ الفيرست فرنشال كلافت. يبقى الفيرست فرنشال كلافت الاونلي كلافت اللي هيديني دريفنس، الاونلي كلافت اللي هيديني ايه؟ دريفنس. هيكمل لي الصوره بتاعت الاير ازاي؟ هيديني الاكسترنال اكوستيك ميتس وهيديني الاوتر لاير اوف ذا اير درام. اما الباص اللي هتتكون عند الانترنس بتاع الاير، الباص اللي هي اكتودرمال بتتجمع بعض دي هتدي ايه؟ هتدي الارك. دي هتيجي منين؟ هتيجي من الفيرست فرنجال اوش، من الاكتودرمال المغطي الفيرست فرنجال اوش. طب السكند والثيرد والفورث كلاس ما لهمش داعي، هو اتكونوا بس لانه احنا اتفقنا ان ما بين الفرنجيال اوشز في جروبس، فالجروبس دي موجوده من بره ومن جوه، فلازم هيتكونوا. طب انتوا متخيلين ان هم لو فضلوا على حالهم كده هيبقى منظر المت ايه؟ هو المكان بتاع الميزودرمال او الفرنجيال اوشز اهي على سايز بتاعت النك، ورا النوز، ورا الاورال كافيتي، ورا اللاند. تخيلوا المنظر كان هيبقى شكله ايه؟ رقبتنا هتبقى ايه؟ جروبت، تمام؟ علشان كده من حكمة ربنا راح عامل لنا غلط، راح الفيرست السكند فرنجيال ارش طالما هما ما لهمش فايدة، فراح السكند فرنجيال ارش راح طول قوي، حصل فيه اوفر براست وعمل زي غطا يغطي السكند والثيرد والفورث كلافت. يبقى دلوقتي احنا ايه؟ لما نفكر كده، هما متكونين بس لو فضلوا مش متغطيين كنت هلاقي النت بتاعتي ايه؟ ريجولر فيها جروفز اليفيشنز بريشرز اليفيشنز بريشرز. فطبعا كناحيه جماليه ربنا ما بيخلقش غير ايه؟ كل جمال، تمام؟ فهيحصل ايه؟ ان ربنا يخلي لنا السكند فرنجيال ارش ده يروح ايه؟ يروح نازل كده يحصل له اوفر براست عشان يغطي الجروفز دي، يقوم شكل الرقبة يبقى ايه؟ سموث. طب وبعدين؟ انتوا شايفين ايه اللي حصل لما حصل اوفر براست السكند فرنجيال ارش؟ ابتدى يتكون فراغ هنا. فراغ هنا بقى، الفراغ ده سميته سيرفايكال ساينس. سميته سيرفايكال ساينس، مش هو في النك؟ يبقى سميه ايه؟ سيرفايكال، اي حاجة ريليتد للنك، سيرفايكال نيرف، سيرفايكال فاشيا، اي حاجة يبقى سميته ايه؟ سيرفايكال ساينس. طب وبعدين هيفضل الساينس ده موجود؟ تفضل رقبتي كده متقللة؟ وممكن كمان يحصل مشكلة ان الساينس ده ما يبقاش فاضي، ده يتملي بفلويد وبعد كده ممكن يحصل له انفكشن ويقلب يبقى اسمه ايه؟ برانكيال سيست، دي وان اوف الكونجنتال انوميليز. يعني ممكن لو الساينس ده فضل ممكن يتجمع فيه فلويد وبعد كده يحصل فيه انفكشن ويبقى اسمه برانكيال سيست. يقوم بعد شوية يبتدي يحصل ايه؟ يحصل ابروكسيميشن للجولز دي مع بعض كده. يقوم يتقفل السيرفايكال ساينس، السيرفايكال ساينس ده ايه؟ يتقفل. لكن لو فضل زي ما اتفقنا بيحصل فيه انفكشن ويتجمع فيه فلويد وباص ويتكون ايه؟ البرانكيال سيست. يبقى اول القصة الفيرست فرانشال كلافت بس هو اللي هيكمل لي الصورة بتاعت الاير. ازاي؟ انا اتكون عندي الفرنش والبلد تيوب، وكون عندي البلد اير ثيرتي، وكون عندي الانر لاير بتاع الاير درام من الفيرست فرنجيال باوش. ناقص اكمل بره. كملت بره بالفيرست كلاف ازاي؟ راح متكون لي الاوتر لاير بتاع الاير درام، وكون لي بالاكسترنال اكوستيك ميتس، وراح الاكتوديرم مكون لي متجمع مع بعض البلس اللي كونها وعمل لي الاوريكل. خلاص كده تمام. والبونز بتاعت الميدل اير مين اللي كونها؟ الانفاس والماليس من فيرست فرنجر اوف، والستيس من سكند فرنجر اوف، والماسلز اللي في الميدل اير كان عندي ايه؟ ستابيتيس، وكان عندي ايه؟ تنسوب برا. اتكونوا فين؟ مين اللي كون؟ الفيرست والسكند، تنسوب تمرين من الفيرست والايه؟ ما انا لازم لما اتكلم افرض قال لي البريولوجي الديفلوبمنت بتاعت الايه؟ هقول له كده وبس؟ هقول له فيرست فرنشال باش وفيرست فرنشال كلافت؟ لا، لازم نفورفيل ايه كمان؟ الماسلز والبونز.
خلي بالك يا ولاد، احنا بناخد ده لوحده ده لوحده، بس لما اتكلم اتكلم على كل. يعني الفيس النهارده احنا هناخد البونز، الفيس الايه؟ البونز، الفورهيد والمنزلة والزيوماتيك والمانجول، لكن ما تنساش ان في ماسلز. لازم في الاخر كلامي خالص لازم في جزء على بعضة الماسلز، الماسلز والفيس العظيم كذا. تمام؟ والا الادابتشن هتبقى ناقص، ممكن في دكاترة بيعدوها بس هو الاصح كده. تمام؟ طيب يجي السكند والثيرد والفورث قلنا ما نحطش اي اهميه، فيروح يكبر الثيرد السكند فرنج الارش ويعمل لهم زي وضع كده، يحصل اوفر براس فيه ويروح يعمل ايه؟ يغطيهم، فيتكون ساينس ما بين الفلاتس وما بين الاوفر برود سكند فرنج الارش. الساينس ده سميته سرفايكال ساينس. بعد شويه يبتدي يحصل ابروكسيميشن للفوز مع بعض، يتقفل الساينس ده. لكن في حاله ان هو يفضل يبتدي يتكون لي ايه؟ سيست. طب ودي انا اعرفها ازاي؟ تجيلي الام جايالي جايبالي البيبي، انا عندي المصل اللي هنا اللي هي الاستروماسبايد، هلاقي على الانتيريو بورد اوف الاستروماسبايد في اي ليفل ابص الاقي فيه ايه؟ حته وارمه كده. طبعا الام جايه ومخضوضه وازاي ده، وتفتكر ان ده مثلا ورم او كده، لكن انا دارس امبريولوجي وعارف ان ده مش مكان ورم، ده اكتر انا عارف ان ده ممكن يكون ايه؟ سيست. فابتدي اتعامل معاه. مش بس كده، انا ممكن السيست ده يجيلي مقفول، وممكن تيجي الام تلاقي السيست ده راح فاتح على بره. السيست ده راح فاتح على بره. فيبتدي تيجي الام السيست اهو، وفي كمان خرخره منه، يا اما فلويد يا اما ايه؟ بص، يا اما فلويد يا اما بص. اي اوبننج هتفتح على بره بسميها فيستولا. فهنا هسمي ده هسميها external، لانه على السيرفس external branchial fistula. external branchial fistula. وساعات الساينس لا ده يروح ايه؟ فاتح على السكند باوش ومنه يفتح على الفارس. فسمي في الحالات دي اسميها internal branchial fistula. يبقى يا اما الام تجيلي السيست ده موجود زي ما هو بس معبي، بص كده فتجيلي تشتكي لي ان في حاجه على الرقبه كده، فانا ايه؟ دماغي ما تروحش بعيد، انا عارف ان ده مش مكان تيومر، ده مكان مين؟ ممكن يبقى البرانكيال سيست. تمام؟ فابتدي اهديها وافهمها ايه تتعامل معاه ازاي. ده ممكن سيرجري ويتشال. وممكن تيجي تلاقي ايه؟ السوالف ده ابتدى يبقى ايه؟ عمال ينزل بس وفلويد، فيبقى ده فتح على بره وعمل لي external branchial fistula. لكن لو فتح على السكند باوش ومنه على الفاركس يبقى ده بسميه ايه؟ internal branchial fistula. internal branchial fistula. طب انا لو السوالف ده باين لكن مش فاتح على بره، قبل ما اتعامل معاه اتاكد الاول بالمنظار ان هو مش فاتح على ايه؟ مش فاتح على جوه، هو مش عامل لي internal branchial fistula، والا انا ببقى بشيله في مشكله جوه اكتر. تمام يا ولاد؟ يبقى هو لو بيفتح على بره external branchial fistula مفيش مشكله، باين وهبتدي ان انا اشيلها وهقفل وهنضف وخلاص. لكن لو جالي مقفول ما يبقاش بيتشال وخلاص، الاول هيتعمل منظار ويتشاف الاول في internal branchial fistula ولا لا. تمام يا ولاد؟ ده الجزء اللي كان فاضل لنا في الجزء بتاع الفرنجر ابريز. يبقى احنا اتفقنا ادي عندي البروفز اللي على الاكسترنال سيرفيس بتاع الفرنجر ابريز، عندي ده فيرست لفت وده سكند لفت وده ثيرد وده فورث. الباوشز نشوفها مع بعض، ادي الفيرست باوش وادي السكند وادي الثيرد، ده الفورث والفيفث مع بعض. الفورث الفيفث بيبقى صغير قوي، ممكن ان هو يبقى ايه؟ فيوز مع الفورث، يعني ما تقدرش تفرقهم مع بعض من بعض. تمام؟ لكن مش معنى كده ان انا عندي اربعه بيرز من فرنش باوشز بس، لا هم خمسه بس الخامس دايما ما بنقدرش نفرقه من الرابع. طيب اتفقنا ان الفيرست فرنجر فلات هيديني الاكسترنال اكوستيك ميتس وهيديني الاوتر لاير بتاعت الايد درام، ويبتدي يكبر السكند فرنجر اوش عشان يغطي لي على السكند والثيرد والفورث لا
الساينس، الساينس ده لو فضل هيعمل برانكيال سيست، وزي ما اتفقنا بيظهر في اي مكان على الانتيريور بوردر بتاع ايه، قدام الانتيريور بوردر بتاع السكوب مصباي، ممكن الاقيه فوق في النص تحت اي مكان، ابقى عارف ان ده مكان كومن قوي اللي يحصل فيه برانكيال سيست، ان انا لو لقيت سوالنج هنا يبقى فيه برانكيال سيست. تمام، اتفقنا انه هنا لو تفتكروا دي هتقبل الموضوع، دي فتحه بره ولا جوه؟ دي فتحه بره على السايد بتاع النك ولا فتحه على السكند باوش وعلى الفارنكس؟ الصوره دي طبعا زي ما انتم قريتوا وحفظتوها. تمام، هعمل نفس اللي انتم ما قريتوش، دي فتحه على ايه؟ على بره، يبقى دي هنسميها external branchial fistula، لكن دي ادي السيست اهي فتحت هنا على الباوش، السكند باوش ومنه على الفارنكس طبعا، فدي بسميها internal branchial fistula. طيب في اي سؤال يا ولاد في الجزء بتاع الفرنشال ابريتس؟ مفهوم كويس؟ طيب ندخل بقى على جزء ممتع جدا، انا عايزه اشوف الوش ده اتكون ازاي؟ الوش ده اتكون ازاي؟ انا عندي لو نفتكر مع بعض الجزء القديم بتاعنا، انا كان عندي الديسك كده، وكسب الديسك كان البريونيك ديسك كان ايه؟ اكتودرم، اندودرم، وتكون الميزودرم في النص بقى انترا امبريونيك ميزودرم، وبقى الديسك تراي لامينر ديسك، ولاسباب معينه مش هندخل في تفاصيلها ابتدى الديسك ده يحصل له ايه؟ فولدنج، فبقى اللي بره ده اللي بره ده بقى الايه؟ الاكتودرم، وعندي هنا في اندودرم. في عندي الجزء ده الثاني هنا الشمسيتي ادى النيورال تيوب، عندي الفور برين والميد برين والهايند برين، وبعد كده الجزء اللي هو هادي السباينال، وفي نفس الوقت عندي الفور جات والميد جات والهايند جات. في عندي هنا فتحة ما بين تو باوشز، الباوش اللي فوق ده، الباوش اللي فوق ده اللي هو هيبقى ميزودرم مغطي الفور برين فيزيكل، هسميه فور برين بارش، هسميه فور برين بارش، والبارش اللي بقى تحت الفتحه دي اللي هي مقفوله بالممبرين اللي فوق، كان عندي تو ممبرينز، ممبرين هنا اسمه هتفكروا هاي لو برافو عليك باكو فارينجيال ممبرين، تمام؟ هتفكر الممبرين اللي تحت كل واحد الممبرين هيجي، برافو عليك، برافو عليك، تمام. احنا مالناش دعوه بيها، احنا لينا دعوه بالباكو فرينشال ممبرين. ما بين الفتحه دي اللي هي اخرها الباكو فرينشال ممبرين في عندي تو بارجز، هي موجوده ما بين تو بارجز، البارج الفوقاني اللي مغطي الفور برين فيزيكال، فبسميه فور برين بارج، وتحتيها في بارج تاني، حد فاكر ده اسمه ايه؟ بريكارديال بانش، بريكارديال بيبقى في عندي فتحه، الفتحه دي او الدبريشن دي اللي هتديني النيزل كافيتي والبورال كافيتي، يبقى انا عندي هنا الفور برين بانش اللي هو بيبقى ايه؟ النيزل ديرم اللي مغطي الفور برين فيزيكال، والهارت بيبقى فوق لسه ما نزلش لتحت، فبيبقى عندي بريكارديال بانش وبينهم الفتحه دي، يبقى انا عندي الاول منظر كده لما نبص الاول بيبقى فيه الفور برين بارش اهو، وفي يبقى عندي البريكارديال بارش، وفي النص الفتحه دي اللي هي هتبقى بعد كده ايه؟ النيزل كافيتي والاورال كافيتي، الفتحه دي بسميها ستومو
استوموديا، بسميها استوموديا. تمام؟ وانا عندي هنا الفور ضغط اللي هو فيه الفرنجيال ارشز على الساينس بتاعته. طيب الاستوموديا ده ايه اللي هيحصل فيه عشان يديني النيزل كافيتي والاورال كافيتي؟ هنيجي ناخد سكشن كده ونشوف المنظر ايه. ادي البروسس الاولاني او البروز الاولاني ده اللي هو الفور برين بارش، بس انا عندي النيزولوب اللي هيبقى فوق الفور برين فاسكل ده بسميه بيعمل لي بروسس بسميه فرانتو نيزل بروسس. ده اول بروسس عندي وده واحد. وليه بسميه فرانتو نيزل بروسس؟ هو كده هينزل يعمل لي مين؟ هيعمل لي فرانتر بون فور هيد وهيعمل لي النيزل بون او النوز او نيزل بون، فهسميه فرانتو نيزل بروسس. في نفس الوقت هيجيله معونه من الفيرست فرنجيال ارش. الفيرست فرنجيال ارش يبقى شكله ايه؟ بيبقى كده كيرفت كيرفت عامل زي حلو في الحصان. تمام؟ جاي من ورا كده. فيبقى عنده تو بروس. الوحيد اللي احنا لو اللي فاكرين المحاضره اللي فاتت الوحيد اللي احنا قلنا ليه تو بروس بروسس فنترال سميتها ايه؟ ها؟ مانزلري بروسس دورسال سميتها مانزلري. فيبان عندي البروسس دي كده والبروسس دي كده. الفيرست فرينشال ارش شكله كده بتو بروسس. تمام؟ يبقى البروسس اللي فوق دي اللي هي المكسلر واحد من الناحيه دي واحد من الناحيه دي، يعني واخدها كده هو المفروض كده. واللي تحت ده اللي هو المانزيلر. دول الفيرست فرينشال ارش. والفتحه دي احنا اتفقنا اللي هي ايه؟ الاستوموديوم. دي اللي هي الاستوموديوم. وتحت البانش اللي احنا قلنا عليه ايه؟ البيري كارديال بانش. انا هبتدي اخد سكشن كده وهشوف اللي حصل. دي اتنقلت هنا اللي هو الميزودير من اللي فوق الفور برين بارش عامل الفرانتو نيزال براس. تمام؟ ومتغطي الاكتودير. والبارش ده اهو اللي هو البريكارديال بارش. الفتحه دي اللي هي الاستوموديوم اهي. الاستوموديوم دي متحوطه بالكيرف بار بتاع الايه؟ الفيرست فرينجيال ارش. فلما اخد سكشن كده هيبان لي المانزيلري بروسس والمانزيلري بروسس. عندي اثنين مانزيلري بروسس هيبانوا كده وعندي اثنين مانزيلري بروسس هيبانوا كده. يبقى لما اقول الفيس هيتكون من 5 بروسس، بدايه كلامي الفيس هيتكون من كام؟ من 5 بروسس اللي هم الفرانتو ميزال بروسس ده من الميزودير اوف ذا ايه؟ اوف ذا فور برين بانش. وعندي المكسلري بروسس والمانزلري بروسس من الفيرست فرينجيال ارش. يبقى دول الخمسه اللي هيكونوا لي النيزل بون والفرانتال بون والاورال كافيتي. ايه اللي هيحصل؟ الاول نمشي خطوه خطوه. الاول بيبتدي يحصل اكتودرمال ثيكنج. اكتودرم يجي عند الفري اند بتاعت الفرونت نيزل بروسس كده لاترالي ويروح عامل اكتودرمال ثيكنج. فيبقى عامل زي القرص. الاكتودرمال ثيكنج ده عامل زي القرص. فبيقول عليه بليت لايك ثيكنج. بليت لايك ايه ثيكنج؟ ده من الاكتودرم. تمام؟ طيب فهسميه بلاكود. هسميه بلاكود. بلاكود ده اكتودرمال. يبقى ايه البلاكود ده؟ بلاكود يعني بليت لايك ثيكنج، يعني ثيكنج عامل زي القرص. من الاكتودرمال هيتكون فين؟ هيتكون عند الفري اند بتاعت الفرونتو نيزل بروسس. مش دي الفرونتو نيزل بروسس ودي الاند بتاعت، هيتكون عند الفري اند لاترالي. يبتدي لما هيتكون هيستيميوليت الميزودرم اللي حواليه ان يحصل له بروليفريشن. فيبتدي الميزودرم اللي حواليه يحصل له بروليفريشن
شكله ايه الميزودرم اللي حوالينا في حصان البروليفريشن؟ زي ما احنا شايفين عامل زي ايه؟ هورس شو شيب كده، تمام؟ ولما يكبر يبتدي ايه؟ ده زي ما يكون بيدخل لجوه، بقى زي ما يكون حفره فيه، لان الميزودرم ثيكنينج او البروليفريشن بقى اكتر، فده ايه؟ كل ما ده يكبر لبره ده زي ما يكون بيدخل لجوه، تمام؟ فيبقى اللاكون ده يبتدي يتحفر لجوه كده، تمام؟ ويعمل نيزل بيت، يبقى اسمه نيزل بيت او اولفاكتوري بيت. يبقى اول قصه انه الفري اند بتاعت الفرانكو نيزل بروسس ابتدى الاكتوديرم اللي مغطيها يبتدي يحصل فيه ثيكنينج كده ويكون لي البلاكوت القرص ده، فيقوم النيزودرم اللي حواليه يغيب منه، فيبتدي يحصل له بروليفريشن اسرع وثيكنينج اسرع، فيروح مغطي عليه ويبتدي يكبر زياده، يطلع لبره زياده، فكان البلاكوت ده بيدخل لجوه، فبقى اسمه نيزل بيت او اولفاكتوري بيت، تمام؟ طيب والتو اتشز بتاعت القرص شو شيت نيزودرم الثيكنينج دي هيبقى اسمها دي اللي لبره هسميها لاترال نيزل فولد، واللي لجوه دي هسميها ميديال نيزل فولد، وفي ساعات بيسموها ميديال ولاترال نيزل برومنس. اي ثينك ان في الكتاب عندكم مكتوب ميديال ولاترال نيزل برومنس، هي فولد، بس انا بفضل نقول عليها فولد لان احنا ممكن نتلخبط مع البروسس الاساسيه اللي بتطول الفيس اللي هي فرونت نيزل بروسس ومنزلر بروسس والمنزلر بروسس، فهنسميها الاسم الثاني وصح 100% ان ده ميديال ولاترال نيزل فولد. طيب يبقى احنا انتهينا دلوقتي ان في عندي نيزل بيت وفي عندي الميزودرمال ثيكنينج اللي عامل هورس شو شيب حوالين النيزل بيت دي، بقى ليه تو لبس كده، واحد اللي بره هسميه لاترال نيزل فولد واللي جوه هسميه ميديال نيزل فولد. وبعدين يبتدي المنزل البروسس يحصل له بروس. عشان نكمل الصورة، أنا عندي الجزء ده كده اتكون. الجزء ده كده اتكون، تمام؟ يعني إيه اللي اتكون لحد دلوقتي؟ عندي الفور هات، وبعدين نزلت لتحت التو أوبريتس بتاعت النيزر كافيتي القدامانيين، واللاترال نيزر فولد تروح مادية، ها؟ الآلة والنوز، والميديال نيزر فولد الاثنين يروحوا إيه؟ لسه هنشوف هيلحقوا مع بعض عشان يدوني ايه؟ يدوني السيمو بنوز ويدوني الانتيريور بارت اوف ذا كارتريج نيزل كارتريج. فاهمين الصوره؟ هتبقى باينه افضل لما اشوف المجزله الراس ماشي ازاي. المجزله الراس جاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي، شوفوا هيعمل ايه؟ المجزله البروسس معدي كده على السايد بتاع الفرونت نيزل براس وعمال يجرو كده. لما يحصل اول حاجه يجي على السايد بتاع اللاترال نيزل فوق اللي بقى اتحول لايه؟ للآلة اوفانوس. بعد كده يبتدي ايه؟ يجروف لسه ميديال اكتر. تمام؟ فيبتدي يتحول النيزل بيت ده لايه؟ الاوبننج الانتيريور نيزل اوبننج. بعد كده يبتدي يزق بقى الميديال نيزل فوق من الناحيه دي والميديال نيزل فوق من الناحيه دي، فيقربوا من بعض عشان يعملوا لي مين؟ النيزل تيب او الايه؟ الانتيريور بارت اوف ذا نيزل كارتج، يعني الاثنين. طيب ادي المجزله البروسس من ناحيتي وادي المجزله البروسس من ناحيتي وانتهت الصوره على كده. المجزله البروسس هيلحق مع بعضه، يعني التو اندز بتوع هيقابلوا بعض؟ ايوه ولا لا؟ ايوه. واللي بيقول لا هيقول لا. انت رايك؟ تمام. وايه تاني؟ يبقى هو غيرهم الميديال واللاترال او الاكثر الميديال، لان هو عدى على اللاترال خلاص، والمكسل البروسس يا ولاد جاي كده. تمام؟ عدى كده ادى مين؟ لو احنا فاكرين من المره اللي فاتت ادى السكويموس بارت اوف تمبرال بون، وادى الزيجوماتيك، وادى المكسلة، وراح نازل كده هنا تحت الالوفينوز عمل نيزر كافيتي،
الانتير نيزل اوبننج، وبعدين جه هنا عمال يزق الميتيال نيزل فلود من ناحيتي ويزق الميتيال نيزل فلود من ناحيتي عشان يعمل الايه؟ النيزل تيب والانتير بارت اوف ذا نيزل كارتريج. تمام؟ فهو رايه ان هم مش هيقابلوا بعض لان بينهم فما ممكن يقابلوا بعض من ورا، من ورا الايه؟ التيب اوف ذا تمام هيكمبرس كده ويعدي كده هتهم لا مش هيحصل فيه لان الجزء ده الجزء ده بسميه فلتر ده هيتكون ازاي يا اولاد احنا ناسيين ان في هنا عندي الفرانكونيزال براس الفرانكونيزال براس بتدرو كده لتحت فيبقى الجزء هنا اللي في النص ده من الفرانكونيزال براس من الاند بتاع الفرانكونيزال براس اللي هو هيعمل لي مين هيعمل لي الفلترم ده طب هو هيعدي ازاي؟ هيعدي من ورا هيعدي من ورا النيزل كافيتي هو ده اللي هيعمل لي جزء من الايه؟ من النيزل سبتا ويعدي هنا ويروح مدي ايه؟ هيدي الجزء ده بس هو هيدي جزء من البلد برضه برافو عليك بسميه فلترم اول حاجه هتظهر عندي بسميها فلترم فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا الماكسيلري بروسس بيعمل السوينوس بارت اوف تمبرال بون بيعمل زيوماتيك بون بيعمل ماكسيلا وكان بيعمل بري ماكسيلا لو حد سالني عن بري ماكسيلا قلت له معلش سامحوني انا هقولها المره الجايه البري ماكسيلا دي هسميها اسم تاني هي دي الحته دي هي اللي هسميها بري ماكسيلا اللي هي جايه منين؟ من الفري اند بتاعت الفرانك ونيزل براس هسميها بري ماكسيلا او الاسم الاحسن لان ده اللي بيعبر فعلا هسميها انتر ماكسيلري سيجمنت لانها فعلا بتنزل ما بين التو ماكسيلري بروسس فبسميها انتر ماكسيلري سيجمنت هنقول تاني القصه بتاعت الماكسيلري بروسس الماكسيلري بروسس عشان يكمل لي الصوره جايه كده راح مدي السبينوس بارت في تمر البوم راح مدي الزيجماتيك بوم عادي كده ايه؟ على السايت بتاع البروسس ده اللي هو سميته فرانتونيزال براس تمام؟ وبعدين راح جاي كده ولحق مع اللاترال نيزا فود راح عمل ايه؟ الالا اوف ذا وبعد كده راح نازل تحت النيزا البيت حولها للانتيريور نيزا اوبن وبعدين راح ايه؟ جاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي فالميديال نيزا فودز جنب بعض لحموا مع بعض وراحوا عاملين لي مين؟ التيب اوف ذا نوز والانتيريور بارت اوف ذا نيزا او الكارتريج يعني بتاع النيزل ستة مش احنا عارفين ان الجزء اللي قدامي كارتريج والجزء اللي ورا بيبقى بوني طيب هيوصل لحد هنا يبص يلاقي في ايه؟ في حاجه جايه له من ورا عملت البوني بارت بتاع النيزل ستة وراحت نازله عملت مين؟ الحته دي من الابر شو اللي هسميها ايه؟ فلتر يبقى دلوقتي الماكسيلري بروسيس هنكمل على الجرافيتال ستاتو هيعمل لي الابر شو كله ما عدا الفلتر ويجي وراه يروح محمل لي سوري هيعمل لي الابر ليب ما عدا الفلتر ويجي وراه يعمل لي مين؟ الابر ليب الابر شو كله ما عدا مين؟ الجزء اللي شايل الفور انسايز ويعمل لي بقى الشوبر اللي قال لي هيعمل لي ايه؟ جزء من البلد الجزء من البلد اللي هو جزء تريانجل هنعرفه كمان شويه اللي هسميه بريمتيف بلد. ما هو الميديال واللاترال نيزل بروسس احنا قلنا مش هنسميهم بروسس عشان ما يظبطوناش مع الفرونت نيزل والماكسيلري والمانديبيولار بروسس دول هنسميهم فوز مصدرهم ايه؟ لو انت واخد بالك من الاول احنا اتفقنا ان في الاول بيحصل ايه؟ بيحصل ثيكنينج كده زي القرص من الاكتودير اللي هو البلاكوت تمام؟ هيستيميليت الميزودير اللي حواليه ان هو يحصل له بروليفريشن يبقى الميديال واللاترال نيزل فوز مصدرهم ميزودير منين؟ ما هم كلهم ميزودير من الفرونتو ميزا بروسس الفرونتو ميزا بروسس عشان كده هسألكوا سؤال وده ممكن يبقى سؤال هنا هناك لكن في نفس الوقت ريليشن للإمبريولوجي لما يجي لك في الامتحان في الأورال ويقول لك الانوفيشن بتاعت الأبر أي ليد مختلفة عن اللور أي ليد الكلام ده صح ولا لا؟ عايزة حد يجاوب يبقى جدع كده ويقول لي ايه النيرف اللي بيسبلاي الابر مش لازمه البرانشات يعني الاصل احنا عارفين كل ده هيبقى مين؟ الترايجنال نيرف قدام الاوريكل الترايجنال نيرف تمام؟ يبقى كله ترايجنال نيرف ها؟
كيميا. تمام. السوبر تشوكلير والسوبر اورفان هيدوا مين؟ الفرهان. انا بقول لك الابر ايليد. الابر ايليد يا ولاد بياخد منين؟ من الاوفثالمك. ماشي. انا كنت عايزه الاوفثالمك وخلاص. حد فاكر بقى منين من الاوفثالمك؟ لاكريمال بيتيبال بيبرال برانش. تمام؟ يعني المهم ان الابر ايليد واخد منين؟ من الاوفثالمك. طب واللور ايليد؟ في جزء الميديا واخد من انفرا تروبير. تمام؟ بس ده ما بيهمناش لان ده جزء بسيط خالص في الانجلات. لكن المين نيرف سبلاي بتاع اللور ايليد هيبقى مين؟ لما خرج المكسلري من الانفرا اوربيتال فورامين بقى اسمه انفرا اوربيتال نيرف، راح مقسوم لبالبيبرال ونيزل وليبيال. فالبالبيبرال راح مدي مين؟ اللور ايليد. فبقى الابر ايليد واخد من الاوفثالميك تبع الفرونت ونيزل براس. واللور ايليد واخد من المكسلري لانه جاي مين؟ من المكسلري براس. فهمتوا؟ يبقى الانرفيشن بتاعت الابر ايليد مختلف عن اللور ايليد. وركزوا معايا عشان هقول الكلام ده في الليب كمان. تمام؟ الابر ايليد واخد من ايه؟ واخد من البالبيبرال برانش متلازمه من غير دخول في تفصيل، واخد من الاوفسايد. لكن اللور ايليد واخد من ايه؟ من مكسلري. لان الابر ايليد لحد هنا انا كده لحد البريتش اوف ذا نوز والانا اوف ذا نوز والتيب اوف ذا نوز والكارتلاجينس بارت اوف ذا سيبتم، كل ده جاي منين؟ والفلترم واللي وراه كل ده جاي من الفرونت نيزل براس. فليهم الاوفثالميك ديفيجن بتاع الترايجن. لكن اللور ايليد واخد منين؟ واخد من المكسلري لانه جاي من المكسلري بروسس اوف ذا فيرست فرينجر. فهمنا؟ تمام. يبقى فهمت اللاترال والميديان نيزل فولس كلهم جايين منين؟ من الفرونت نيزل براس. طيب يا ولاد احنا دلوقتي قفلنا فوق Thank you.
الراس ومنديل الراس يكملوا لي الجنب ووشي ويسوي لي ايه الفيس على بعض. تمام؟ طب في حاجات ممكن تحصل، انا بحب اقول دايما ان المشاكل الانومالي في النص وانت مستنتجه. انا هسال سؤال وتقولوا لي بس لازم اقول الجزء الاول. دلوقتي يا اولاد المجزله الراس نازل كده، المجزله الراس الناحيه الثانيه نازل كده، تمام؟ والجزء اللي فوق ده الفرنت ونيز الراس، في عندي لاين هنا ما بين الفرنت ونيز الراس وما بين المجزله الراس. اللاين ده، اللاين ده اللي هو على السايد اوف ذا نوز لحد لما انزل للابر ليب اللي اتكونت من مجزله الراس، يبتدي الاكتوديرم اللي مغطي، الاكتوديرم اللي مغطي يبتدي يتكون ايه؟ في باص، باص من السيلز، اكتوديرمال سيلز. الاكتوديرمال سيلز دي تبتدي يحصل لها كاناليزيشن هنا. لما يحصل لها كاناليزيشن تعمل ايه؟ وتروح تكبر شويه فوق وبدايتها تفضل تموت عشان يكونوا لي ايه؟ مين شاطر؟ الميزولاكريمال دكت واللاكريمال سكت. تاني دي مش مكتوبه عندكم ولا مكتوبه؟ او 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 حاجه عارضه كده في النص، لكن بتتكون ازاي؟ انا لازم افهم لان انتوا هتلاقوا في معلومات بتنط، يعني في معلومات كده بتنط من حاجه لحاجه من غير ما يقول لك ايه اللي بيحصل في النص. دلوقتي مجزله الراس جاي كده، مجزله الراس جاي كده، ففي لاين اوف فيوجن، لاين اوف فيوجن ما بين المجزله البروسس وما بين الفرنت ونيزا بروسس. اللاين اوف فيوجن ده في مكانه بالظبط بيبتدي الاكتوديرمال سيلز تبتدي يحصل لها ايه؟ تكون بادلز كده ورا بعض. لما يحصل لها كانالايزيشن تبتدي تكون تشوب، التشوب دي سميتها ايه؟ نيزو لاكريمال دا، والجزء الفوقاني من التشوب يكبر شويه ويعمل لي لاكريمال سيلز. تمام؟ طب افرضوا ان الجزء ده اللاين اوف فيوجن ما لحقش كفايه او ما لحقش، يعني السايد بتاع المجزله الراس ما لزقش مع الفرونت ونيزل راس، هبص الاقي البيبي جاي لي بايه؟ حته مشقوقه كده بطول وشه على السايد ذا نوز من فوق عند الكونجنكتيفا لحد الايه؟ الابر ليب. فبسمي دي اوبليك فيشيال كليفت. كليفت دايما يعني شق، وبسميه اوبليك ليه؟ لان انا نازله اوبليك مكان الفيوجن، بسميها اوبليك فيشيال كلافت. يبقى لما يقول لك الاوبليك فيشيال كلافت ده نتيجه ايه؟ ان المجزلري بروسس ما لحقش مع الفرانتونيزال بروسس، فسمي شق كده على السايد اوف ذا نوز من الناحيه دي. ممكن يبقى يوني، هو عاده بيبقى يوني لاترال، صعب قوي ان هو يبقى بايلاترال، بيبقى عاده يوني لاترال. فابقى عارفه انه ممكن مع الشق ده يبتدي يحصل ايه كمان؟ النيزولاكريمال دكت هيبقى شكلها ايه كده؟ هتبقى اكسبوز، هتبقى متغطيه؟ مش هتبقى متغطيه لان مفيش حصل فيوجن ما بين التو بروسس دول. فعاده هلاقي مع الحاله دي مع الاوبليك فيشيال كلاف هبص الاقي النيزولاكريمال دكت دي ايه؟ اكسبوز للسيرفس. تمام؟ وممكن حاجه كمان، النيزولاكريمال دكت دي البوكس بتاعت الاكتودرمال سيستم، مش احنا بنقول لازم تبقى يحصل لها كاناليزيشن عشان تبقى تشوف تبتدي توصل التيرز. طب افرض ما حصلهاش كاناليزيشن، يحصل حاجه اسمها اتريزيا. اتريزيا يعني ايه؟ يعني في النيزولاكريمال دكت مقفوله، ما حصلش كاناليزيشن، فبنسميها اتريزيا اوف ذا نيزولاكريمال دكت، اتريزيا اوف ذا نيزولاكريمال ايه؟ دكت. طيب هقول لكم حاجه ثانيه، المفروض دلوقتي المنزلري بروسس بيلحق مع المنزلري بروسس، افرض ان هو لحق قوي، شايفين؟ مع بعض كده. ايه رايكم؟ شكل البق هيبقى ايه؟ فتحة البق. بنسميها ايه؟ مايكروموستوميا. يبقى لو حصل مارك فيوجن للمنزلري مع المنزلري بروسس، يا سلام كله ده البنوت كاتب او الشغل، يبقى بقها بنفس المنظمات هتتكلم ازاي؟ هتتكلم مع معقول برضه، تخيل الامور اتوصل. طب ايه بقى اللي يعمل العكس؟ حصل ديفكت في الفيوجن، يعني لحقوا مع بعض بس ايه؟ مش قوي. المجزلري والمنتلر ما لحقوش مع بعض قوي. تبص تلاقي البق قد ايه؟ من ودن للودن. يبقى ماكروستوميا. يبقى لو حصل فيوجن
الوصل زي ما اتفقنا. تمام يا ولاد؟ طيب هقول لكم حاجه تاني، قصه تاني. افرضوا المثال البروسس احنا قايلين هو جاي كده، راح لحق مع اللاترال نيزر فوق وعلى الاله ونهايه، وراح معدي تحت النيزر اوب، عمل ايه؟ الانتيريور نيزر اوب، وراح معدي تحت الميديان نيزر فوق، لزق دي مع دي، وبقى بينه مين؟ الانتر ماكسيلري سيجمنت اللي هي الفرانس ونيزر بروسس. افرضوا انه الماكسيلري بروسس ما لحقش مع الميديان نيزر فوق دي والانتر ماكسيلري سيجمنت، يحصل ايه هنا؟ هيبقى في كلافت برضه. بسمي الكلافت في الحالات دي لانه هيبقى في شفه، فهسميه كلافت ليب او بسميه هير ليب. يعني ايه هير ليب؟ هير كانوا بيسموها على الانيمال اللي ليه في شورت ليب، اللي هي بنقول عليها الشفه الارنبيه، الشفه الارنبيه اللي هو شفته مشقوقه زي شفه الارنب. تمام؟ هير ليب يعني الليب بتاعت الانيمال اللي الليب بتاعته ايه؟ في شورت فشل، فبنقول عليه هيرد. فبص الاقي ايه؟ الماكسيلري بروسس هنا ما لحقتش مع الانتر ماكسيلري بروسس او الانتر ماكسيلري سيجمنت ولا الميديان نيزر فوق. فالحته دي بتبقى مشكوكه. ممكن تحصل على ناحيه واحده تبقى يونيلاترال، وممكن تحصل على الناحيتين، لا دي لحقت ولا دي لحقت، تبقى ايه؟ بايلاترال، يبقى خط من ناحيه دي وخط من ناحيه دي. وايا كانت الحاله دي او دي سهله في عمليه التجميل، هيدخل دكتور التجميل ايه؟ خط كده، ومع الوقت هتدي لون ابيض، ومع الوقت تبتدي خصوصا لما يبقى بيبي صغير، مع الوقت هتاخد لون الايه؟ السكين، ولا كان في حاجه حصلت. لكن الحاجه الاخطر والاوحش انه الجزء اللي هو الانتر ماكسيلري سيجمنت ده ما يتكونش. ما يتكونش. تمام؟ افتكروا هنا هيبقى ايه؟ الجزء ده هيبقى فاضي، كل الحته دي اللي هي الفنترم دي هتبقى فاضيه. بسميها في الحالات دي ميديان 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 كلافت ميديان. ودي بقى الحاجه الاخطر، لان في الحالات دي محتاجه عمليه تجميل جنب شويه مساحه كبيره فاضيه. تمام؟ هنجمع مع بعض تاني الحاجات اللي قلناها. بصوا يا ولاد، ادي عندي زي ما اتفقنا، ادي النيورال تيوب، ادي الفور برين، وادي الميد برين، وادي الهايند برين، وادي عندي الفور جات والهايند جات والميد جات والهايند جات. ادي عندي البلج اللي مغطي الفور برين، يبقى بسميه فور برين بلج، والميزوديرم بتاعه اللي هو هيعمل لي فرانتونيزر بروس. وعندي اللي تحت ده اللي هو البريكارديال بلج، فعملوا لي اوبننج في النص سميتها ايه؟ ستوموديوم. ستيل انا لحد دلوقتي الاستوموديوم واحد، يعني انا لسه ما كونتش النيزر والايه؟ والاورال كافيتي، ستيل في عندي اوضه واحده. طيب الاستوموديوم ده متغطي هنا ورا خالص الباتوم بتاعه، ده الباتو فارينجيال ميمبرين، والمفروض الارشز كده الفيرست فارينجيال ارش هيساعد. ده انا باصه من قدام، انا عندي الفتحه دي اللي احنا اتفقنا سميتها ايه؟ استوموديوم. بيبقى البروسس اللي فوق ده فرانتو نيزر بروسس، وتعالوا شوفوا بقى، ادي الماكسيلري بروسس اهو، وادي المانديبولار بروسس اهو، ده اللي هو الفيرست فرينجيال ارش، وادي البريكارديال ارش. هنقول تاني البروسس ده هسميه ايه؟ انا باصه من قدام، ادي الفتحه دي اللي هي سميتها ايه؟ استوموديوم. والبروسس ده اللي سميته اللي هو كرينيال ليها، ده اللي هو الفور برين بانش، هيبقى ده الفرونتو نيزر براس. واللي تحت ده اللي هو البريكارديال بانش، ده البريكارديال بانش. اللي الناحيتين دول اللي هم الماكسيلري براسس، ودول اللي هم الايه؟ المانديبولار براس. حصل ايه؟ ابتدى يتكون البلاكوت اللي احنا قلنا عليه في الاول، اللي هو البليت لاين تكنيك، اللي هو اكتوديرمال تكنيك. بعد كده الميزوديرم اللي حواليه ابتدى يعمل الفيشن اللي هسميها لاترال وميديان نيزر فولس هايلين، ويبقى اللي في النص ده اداني احساس ان هو دخل لجوه قوي عشان اللي براه طلع لبره قوي، فبس عمل الميزان بيت او الاولفاكتري بيت.
هيدرو داومرت تمام؟ هيبتدي المكسان الكروس هيجي هنا يخبط في الايه؟ في اللاترال ليزر فوت يعمل الان اوف ذا نود ويروح معدي من تحت الاوبننج دي فيعمل لي الانتيريور ليزر اوبننج وبعد كده يجي هنا عند الميديال ليزر فوت يزقها على الميديال ليزر فوت الناحيه الثانيه فيعملوا لي ليزر تيب والجزء اللي هو الايه؟ الكارتلاجينوس بارت بتاع الليزر سيب تمام؟ يبقى ادي الماكسيلري بروسس هنا اهي وادي الماكسيلري بروسس هنا وفي بينهم من ورا النيزل تيب هيبقى في جزء اللي هو نازل من فرونتو نيزل بروسس بينهم اللي هسميه انتر ماكسيلري او بري ماكسيلر اللي هيديني الايه؟ الفلترم والاجزاء اللي ورا. يبقى احنا دلوقتي عندي الفرونتو نيزل بروسس راح مدي الفور هيد وراح مدي البريج اوف ذا نوز اللي هي الحته دي وراح مدي الايه؟ الاله اوف ذا نوز وراح مدي التيب اوف ذا نوز مع الكارتلاجينوس بارت اوف ذا سيبتم تمام؟ وجزء منه اللي ورا اللي هو البري ماكسيلا زي ما اتفقنا هيدي الفلترا من الابر ليج وهيدي الجزء من الابر جو اللي شايل الفور انسايسز وهيدي بريمتيف بلد وهتبان معانا. لما اجي اجمع الماكسيلاري بروس الماكسيلاري بروس راح مدي ايه؟ ادى السكويموس بارت اوف تمبرال بون نزل ادى زيجوماتيك بون نزل ادى بعد كده الماكسيلا تمام؟ وبعد كده هيدي ايه بقى؟ الابر ليج كله ما عدا الفلترا. الابر شو كله ما عدا الجزء اللي شايل فور انسايتس. وهيدي حاجه تاني كمان شويه هنشوفها. طيب المانسيجرا ابتدى ان هو هيدرو ميديالي برضه الناحيه دي والناحيه دي بس التو انس هيقابلوا بعض في النص فهيعمل لي ايه؟ هيعمل لي اللور ليب وهيعمل لي اللور جو ويكمل لي الصوره. تمام؟ والمانسيجرا نفسه بقى معمول من ايه؟ المانسيجرا نفسه معمول من ايه؟ من الفيرست فرينجال ارش من ميكانس بارتريج اللي احنا قلنا ايه؟ بيدي جزء من المانسيجرا ولما يحصل الممبرينس اوستيكيشن السيرم اللي حواليه هيديني بقيه الايه؟ المانسيجرا. لازم دي برضه هقولها في الايه؟ في الفيس. وقبل ما اقفل الفيس هقول له المسلز اوف ذا فيس جايه من السكند فرينجال ارش. يبقى انا كده تمام قلت بونز وقلت المسلز وقلت كله من فوق لتحت. الكون عندي كله بس ستيل عندي النيزل كارتي والورا كارتي لسه ما فرقناهمش هما ستيل مكان واحد اوضه واحده مسميها لسه استوديو. هيبتدي بقى يحصل حاجه ثانيه اللي هي التكوين اللي هيفصل ما بين الاستوديو ده لاوضه فوق واوضه تحت اللي هو هسميه البلد. بس قبل ما ندخل في البلد نبتدي نشوف ايه؟ بعض الصور كده تاني. دي بقى ما عليهاش ليبلز فانتوا اللي هتقولوا. دي ايه؟ استوموديوم تمام؟ والبروسس ده اللي هو كريم استوموديوم فرانتونيزر بروسس. طيب وده ماكسيلري وده هيبقى ايه؟ المانديبلر ويبقى البلج ده اللي هو بريكارديال بلج هايلين تمام هيبتدي يتكون نيزل لافوت وبعد كده الميزودرم اللي حواليه يبتدي يحصل لها تكنيك يعمل بورس شو شيب كده فالنيزل لافوت دي تبقى كانها ببرازل لجوه وتعمل لي حاجه اسمها نيزل بيت هايلين ويبقى الميديال نيزل فولد ده واللاترال نيزل فولد كده. يجي الماكسيلاري بروس يبتدي يجرو ميديا الناحيه دي والناحيه دي يبتدي يلحم مع اللاترال ليزر فولد بيدي الاله اوف ذا نوز بعد كده يبتدي يعدي اهو يقفل النيزر بيت ويعمل الانتيريور نيزر اوبن بعد كده يزق الميديا نيزر فولد الناحيه دي مع الناحيه دي يعمل لي التيب اوف ذا نوز والكارتلاجينوس بارت اوف ذا نيزر سيرتم تمام. ادي المجزله بروسس وادي المجزله بروسس. ادي اللاين اوف فيوجن يا ولاد اللي احنا قلنا ما بين الفرونتونيزر بروسس والمجزله بروسس اللي هيبتدي يتكون فيه اكتوديرمال سيلز وبعد كده الاكتوديرمال سيلز دي تبتدي يحصل لها كانلايزيشن عشان تدي نيزو لاكريمال دكت ولما تكبر من فوق شويه تعمل لي اللاكريمال ايه؟ سكت. ادي المانديبلر بروسس اهو الناحيه دي لحم مع الناحيه دي خالص وراح مدي اللور جو واللور ليب كاملين.
ده نفس المنظر، ادي الاستوموديوم وادي المكزيلري بروسس اهي، عملت الاله والنوز، عملت مع اللاترال نيزال فولد الاله والنوز، وعملت النيزال بيت، وادي الميديال هيلحموا مع بعض. وادي منهم هنا حلو قوي باين من ورا الجزء اللي نازل من الفرونتو نيزال بروسس اللي عمل لي ايه؟ الفلتر. هيعمل لي البوني بارت اوف ذا نيزال سيبتوم وهيعمل لي ايه؟ الفلتر. دي برضه صور متكرره فهنمر عليها بسرعه. هنا بقى المنظر يمكن مش باين قوي. ادي مكان اللايف فيوجن ما بين الماكسيلري بروسس والفرونتو نيزال بروسس. هنا اللاين ده المفروض ان هو بيقفل خالص، يعني ماكسيلري بروسس قفل على الفرونتو نيزال بروسس. لو فضل بالمنظر ده هيبتدي يعمل لي ايه؟ اتشق على السايد اوف ذا نوز اللي هو من الاي لحد الليب، وممكن يبقى واخد الليب كمان. فبسميه اوبليك فيشيال كلافت. اوبليك فيشيال كلافت ممكن زي ما اتفقنا الماكسيلري بروسس هنا ما لحقش مع الانتر ماكسيلري سيجمنت، فيعمل لي لو على ناحيه واحده يبقى يوني لاترال ثيرد ليب، ولو على الناحيتين يبقى باي لاترال. معلش ال البلاكوت هو ده اللي هيبقى الفتحه، الفتحه بس، الفتحه بس، لكن الكافيتي نفسه ده استوديو الفتحه بس. لكن البيت نفسها لما يعدي عليها المغزله البروسس ويقفلها يعدي عليها خلاص هقول محولها لخالص الفتحه نفسها. طيب ده المنظر ده بتاع ايه يا ولاد؟ ده الاوبليك فيشن كلافت. ده الاوبليك فيشن كلافت اهو، شايفين مكان الفيوجن ما بين المغزله وما بين الفرونتوريزم بروس. وقلنا طبعا لما يبقى فيه الديفكت ده موجود مين اللي هتبقى باينه؟ ممكن الناس اللي بتبقى لانها بتبقى في اللاين ده فممكن تبقى اكسبوز. المنظر ده اللي هو ايه؟ اللي احنا قلنا المغزله بروسس ما لحقش مع الانتر ماكسيلري سيجمنت، تمام؟ فيبقى في شق كده وصل كل شق هتبقى في الابر ليب، تمام؟ فالشق ده هيبقى على ناحيه واحده يبقى زي يوني لاترال، وممكن يبقى على ناحيتين، يعني لا المكسيلري بروسس من ناحيتي ولا المكسيلري بروسس من ناحيتي لحموا مع الانتر ماكسيلري سيجمنت. ففي الحاله دي هيبقى باي لاترال هير ليب، قلنا هير يعني ايمن ويز ايه؟ ويز فيشر ديبليشن في الارنبيه. ده منظر تاني، بصوا منظر بق البيبي امور ازاي؟ مناخيره مقموره ازاي؟ بس ايه؟ عنده المشكله دي، تمام؟ يتاكل يعني. ادي يوني لاترال على ناحيه واحده اهي، وادي دي بقى باي لاترال لان هنا الجزء بتاع الفلترا او الانتر ماكسيلري ده هو فاتح بقه هنا، تمام؟ فادي الجزء الانتر ماكسيلري هو موجود بس لا الماكسيلري باصص الناحيه دي ولا الناحيه دي لها معاه، فعملوا لي الباي لاترال كلافت ليب. هنا بقى اللي انا بقول لكم عليها الاصعب، ان هنا الفلتر ما اتكونش، يعني الفرونت نيزال بروسس ما نزلش للاخر عشان يقفل لي الحته دي، فالفلتر ما اتكونش فبقى اسمه ايه؟ ميديان ليب كلافت ليب. ودي اللي ممكن تبقى مشكله شويه في السيرجري، لان السبيس هنا اللي فاضي كبير، لكن مش مجرد شقه هيتخيط وخلاص، هنا ممكن تسيب اصلا. طيب